عادت الحياة إلى طبيعتها في ميناء الحاويات بالعقبة، واستؤنف العمل مجددا بعد أن تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب عمال ميناء الحاويات الذي استمر لسبعة أيام متتالية، أحدث خلاله شللا عاما في الميناء، فيما أمهلت المحكمة الخاصة بالنزاعات العمالية الجماعية وكيل النقابة لتقديم لائحة الدعوى والبينات لتنفيذ مطالب النقابة وبيناتها. ورفعت المحكمة جلستها التي عقدتها الأحد إلى 22 من تشرين الأول الحالي. تم فك الإضراب والعودة إلى العمل بناء على الاتفاقية اللي وقعت في مجلس النواب، ولا زلنا محتفظين في حقوقنا. لم تكن أهدافنا مادية بل كرامة، وعدنا بكرامتنا، وكرامتنا من كرامة الشعب الأردني. الاتفاق وقع في وقت متأخر من مساء الأحد في مجلس النواب بعد ساعات من النقاشات الساخنة التي أدت إلى نشوب ملاسنات حادة بين عدد من النواب من جهة ورئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محاديم من جهة أخرى، بعد انسحاب رئيس مجلس النواب عاطف الطراون من الاجتماع قبيل حديثه عن وجود طرف يحاول الاستقواء على الآخر، ما دفع محاديم للدفاع عن نفسه رافضا حديث الطراون ومعتبرا أنه يقصده بهذه العبارة. أنا خارج يعطيك العافية. الملاسنة التي كادت أن تتحول لشجار وما حملته معها من رياح ساخنة كادت تعصف بالاتفاق برمته وتنسف كافة الجهود المبذولة لإنهاء إضراب عمال الميناء الذي تكدست به آلاف البضائع ومئات الشاحنات، إلا أن الاتفاق وقع أخيرا حيث وافق العمال على إنهاء إضرابهم مقابل موافقة مؤسسة الموانئ على إلغاء كافة العقوبات الموجهة بحق العمال بعد تاريخ 13 من الشهر الحالي، على أن تستمر المحكمة العمالية بالنظر في النزاع القائم بين العاملين في الموانئ وإدارتهم وسط ترحيب من جهات عديدة رأت في الإضراب ضرراً على الاقتصاد الوطني بشكل عام. ساحة 9 فيها بداية الزحام، ومينا بداية عمل يوم جديد، بداية عمل جديد، وإن شاء الله نتأمل الأفضل من المينا، ونتأمل ترجع المينا لوضع الطبيعي والتحميل والتفريغ والمناولة تكون جيدة جداً. مطالب عمال ميناء الحاويات رأى فيها البعض مطالب شرعية وحقوقا مكتسبة لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الإضراب برأيهم غير شرعي من الناحية القانونية، وذلك بسبب استمرار المفاوضات بين العمال وإدارة الشركة، إلا أن ذلك بحسب العمال ليس ذريعة للتنازل عن حقوقهم التي تنصلت منها إدارتهم، وليس الهدف من الإضراب الضرر بالمصلحة العامة، إنما رسالة شديدة اللهجة لإدارة الشركة تؤكد على تمسكهم بمطالبهم العمالية. رعد بن طريف، رؤية.